الحياد. إذا هذا هو اللي أردت فيها. ما يتعلق بمسألة حرية خط التحرير ومدى مساهمة المستثمر أو في السيطرة على خط التحرير. هذا في مسألتين مهمة يجب أن نعرفها. المسألة الأولى هي أن المفروض جدلا عن المستثمر يريد لاستثماره أن ينجح ويريد الربح. والمفروض أن المستثمر هذا أنه رجل ذكي ليس رجلا غبيا. وأنه شجاع لأنه استثمر في مجال خطر. إذن هذا المستثمر التاجر الذي يريد الربح يريد لمحطته أو مؤسسته الإعلامية أن تكون ناجحة. وهي لا تستطيع أن تكون ناجحة إلا إذا كانت ذات مصداقية. ولا يمكن أن تكون ذات مصداقية إلا إذا كانت مستقلة وجيدة الإنتاج وجيدة الصحفيين والعمال والتخطيط والنظرة للمستقبل. إذن هذا جانب. إذن لماذا نفترض أنه يريد أن يدجن وسيلة إعلام وكأنه ينظر في مرآة نفسه؟ يعني ينظر، لا، هو تاجر. لا تنسى عنه المستثمر هذا عنه تاجر رجل أعمال. المسألة الثانية هو أنكم أنتم عندكم قانون في هذا البلد وتنسون أو تتناسون أن هذا القانون يحدد صلاحيات وأدوار وحقوق وواجبات كل طرف. الحرية يا إخوتي الأعزاء، دائما نكرر في الإعلام وفي قاعة التحرير إن التعليق حر والخبر مقدس. ويتوهم البعض أن حرية التعليق هذه معناها أن المعلق حر في أن يقول في الناس ما يشاء، وهذا غير صحيح بالمطلق، لا في القوانين الموريتانية ولا في قوانين أمريكا ولا في قوانين بريطانيا ولا في أي قوانين في العالم. الحرية الصحفية في مجال التعليق حرية في مجال واحد فقط هو المتاح عند الصحفي. عندما تكون تعد تعليق أنت من نفسك عندك الحق فعنك ما تجيب الرأي الآخر في ذاك التعليق، على عكس غيره من الأعمال الإعلامية. كل الأعمال الإعلامية يجب عليك من ناحية القانون ومن ناحية الديبتولوجيا أن تجيب وجهة نظر شمولية ومعتدلة ومنصفة لجميع الأطراف إلا في التعليق. أنت تستطيع أن تقول رأيك فحسب ولا تأتي برأي غيرك. هذا هو كل ما عند الصحفي من الحرية في مجال حرية الرأي، وهذا كل ما عند المالك حتى ولو كان يريد أن يستبد بوسيلة إعلامه. لا يملك من وسيلة إعلامه أكثر من أن يكون له افتتاحية أو تعليق يقدم فيها رأيه، ولكن هذا لا يعطيه الحق في أن ينتهك آراء الآخرين أو أن يقضي على آراء الآخرين. أنا لم أقول أن هناك نقصنا خط أحمر وهناك من تجاوز الخط الأحمر. وعندما نتحدث عن الخط الأحمر وما يكون سياسيا وما يكون مهنيا وما يكون تحريريا أو حتى عرقيا لا ندري، ولكن سؤالي أنا هو من يرسم هذا الخط الأحمر ومن عليه لا يتجاوزه؟ الممول، مجلس الإدارة، وهل تتوقعون أنكم فعلا الآن ستبقون في الخط الأزرق؟ شكرا. حقيقة الأمر أنا لا أرى خطا أحمر ولا بأي لون آخر. أنا أعتقد أننا توهم وجود خطوط حمراء وصفراء. أنا أعتقد أن المهني، الرجل المهني له خطان فقط، هم ليس خطين، هما في واقع الأمر سقفان فقط. السقف الأول نحن كمسلمين عندنا سقف، كل ما حرمه الله هذا السقف احنا لا نصل اليه. السقف الثاني احنا كمهنيين عندنا ديونتولوجيا، عندنا اخلاقيات وادبيات وقانون، ليس هناك سقف اخر غيرها. انا لا اعرف سقوف اخرى ولا خطوط اخرى، لكن نحن نسجن انفسنا في اوهام من الخطوط ومن السياسات ومن على كل حال شخصيا حتى وانا في السجن لم اكن احس بأن سقف حريتي أنه محدود، لأن الحرية بالحقيقة مسألة داخلية وممارسة وشعور وإحساس. وطبعا عندما يكون المرء يختنق ويغص ببعض العقبات، أحيانا تكون مادية وأحيانا تكون نفسية وأحيانا تكون اجتماعية، هو يتصور أن العالم كله من حوله سجن وأنه هو يتخبط في
دياجل هذا السجن وفي سجوف وظلمات هذا السجن. الحقيقة يجب أن نحطم هذا السجن كلنا، لأن احنا كصحابيين كلنا سواء كنا في صحافة يعني عمومية أو خصوصية، في صحافة مكتوبة أو مسموعة، يجب أن نكون كلنا متضامنين من أجل هدفنا الرئيسي، وهو أولا حماية الحرية والحماية منها، أن نحمي الحرية من شطط المستبدين والطامعين، وأن نحمي المواطن من الممارسة السلبية للحرية والاستخدام السيء لها. أنا في الحقيقة أقول لك بكل أمان وبكل صدق، كنت رئيس مجلس إدارة هذه المحطة من اللحظة الأولى، وتحدى أيا كان سواء المدير السابق أو المدير اللاحق أو أي مدير آخر سيأتي أن يقول لك، وبالذات المدير السابق وطاقمه، وبالمناسبة موجود منهم الكثيرين هنا، أتحدى أيا كان أن يقول إني شخصيا قد أمرت كتابيا أو شفهيا أو تحدثت عن موضوع يتعلق بخط التحرير أو بحرية التحرير أو بكل هذه الترهات السياسوية والإيديولوجية التي أثيرت. فالمدير السابق قال في كلامه إن الأزمة أزمة مالية، ولكنه لم يلبث أن قال إن الأزمة أزمة ممارسة عنصرية وخط تحرير وحرية وأزمة كذا وكذا وكذا. وأنا قلت له أمام المحكمة التي جرنا جرا أمامها إني أريده أن يقول لنا ما هي الأزمة في حقيقتها، هل هي أزمة مالية؟ وفي هذه الحالة أنا لا أملك الجواب على الأزمة المالية، فليذهب إلى من هم أولى مني بهذا الحديث وهذا الكلام. وإن كانت أزمة سياسية فليعطينا دليلا واحدا شفهيا أو مكتوبا أو أي برهان أو قرينة أو شيء يمكن من خلاله أن يثبت بأي شكل من الأشكال أن شخصا من المساهمين أو من المستثمرين أو من أعضاء مجلس إدارة أو أني شخصيا قد اتصلت به يوما أو لحظة في أمر يتعلق بالسياسة أو بخط التحرير أو باللون. ثانيا، هذه الأشياء الحقيقة أعتقد أنها أكثر ضررها على المجتمع وعلى المهنة من نفعها له. يا أخي، ما علاقة الإيديولوجيا، ما علاقة العرق، ما علاقة كل هذا بممارسة مهنية؟ هذا من ترسبات الماضي. نحن نسحب خلفنا كثير من الترسبات الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية، ونحاول أن نكسو بها عالما نخلقه لأنفسنا خلقا. هذا لا يوجد. نحن اليوم مهما كان نظر البعض منا عن الحكومة الحالية أو النظام، أنا لا تهمني الحكومات ولا أتحدث عن الحكومات، ولكن نحن الآن في مرحلة من الحرية. لا أعتقد أن أحد منا الآن يشعر بأنه مضايق من طرف المخبرين أو من طرف جهات أمنية، أو أنه لا يستطيع التعبير عن رأيه بكل حرية. أنتم تعرفون هذا كلكم. إذن ولكن استخدام البائس للسياسة أو للإيديولوجية ونشر الانتهامات والتشهير بالناس من أجل تغطية فشل مهني واضح، هذا في الحقيقة مسألة ليست نزيهة. وكنا نربأ بأي صحفي من باب أحرى لو كان صحفيا مخضرما وصاحب تجربة أن يلجأ أو يلجئه الزمن إلى مثل هذه التصرفات. وأسوأ من ذلك أن تكون هذه التصرفات وتوظيف نزاهة وشباب العاملين في المحطة، وتوظيف المحطة أيضا هي ذاتها من أجل تحصيل منافع مادية، هذا أسوأ من الأخرى. كان ينبغي أن نكون واضحين. يا أخي، حد دور الفضاء من حقه دوره، فليكن. قال الناس ما يعطي فضاء ولا يتحدق العمل. اسمع، حد من اللي دوره ذروي اللي هي بر انتميدي، هذا ما ترخارب. زمن لا ديكتاتير، احنا تربينا تحت لا ديكتاتير كاملين، وتربينا عن كل حد قابط رجله خايف، ولين قال له انت بعثي، والله انت ناصري، والله انت من فلام، والله انت ضد الفرانكوفونيه، والله انت، عنه يموت حالا به الخلعه وعنه ينحبس ويصبح. لا، ما ترخالف.
يا أخي هي الناس يقول أنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هي تعيب وتقطع إلى الواقع في المبديات وفسائل الإعلام، وهو نفسه استخدم هذه التلفزة اللي عنده، استخدمها لعيب الناس والتشهير بهم. تصور الرجال كبار رجال أعمال لهم علاقة بكل أنحاء العالم، من عند تشيلي لأمريكا اللاتينية لأمريكا الشمالية، كل بلد يبيعوا فيه ويشروا، عندهم بنوك وعندهم مؤسسات تستورد من العالم كله، ويقعد على تلفزة خرص العالم كامل ووسائل إعلام أخرى مختلفة، يقولوا هؤلاء ناس عنصريين شوفينيين إقصائيين بخيلين حاصروني ماليا. يا أخي هذا أشياء فضيحة، فضيحة الحقيقة، ولا يقبل أي شيء. ومع أني ما كنت نبغي خوضه في هذا المجال ولا نتكلم فيه، الحقيقة مجال قلت قبيل عنه مضى وانقضى، وأرجو عنه ملي نساه كاملين، يا غير ملي مع ذاك كامل. احنا قلنا لهم وقايل من جديد، لا تهريب عليكم، لا تهريب عليهم، هذا وفاء جل من لا يخطئ. هذه أخطاء، حد يبقي يتم عايش في ذا الماضي اللي هو بأخطاء ولنوع له، هذا ما تنطيح الفضل الخلطة ولا نطيح شيء. اليوم حد لا يعود بقلمه وبعمله، وما اللي عرق وعود يشتغل ياك يجبر باش يعيش. وذي الأخر مات غار حد ولا مرت حد، الناس ما تتخايف من الصحابة ولا تتخايف من ذنوع له، حد يفهم من هذا؟ تفضل.